السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية المباشرة، وذلك حول الحدث الأبرز في هذا اليوم: مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأيضا القصف طال نائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس، الذين قتلا بغارة أمريكية بعد أن نزل سليماني من طائرة أقلته من لبنان إلى مطار بغداد، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الهدف من الضربة كان لردع أي خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات ضد أمريكا. وأيضا تأكد الرئيس الأمريكي من أن سليماني صادق هو الآخر على موضوع أو وقرار الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد. طبعا هذا اليوم هو الحدث الأبرز، يوم الجمعة، نحن بانتظار ربما ما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل وبعد ساعات قليلة. أيضا نحن ننتظر ما هو موقف خطبة المرجعية لهذا اليوم من عملية اغتيال أبو مهدي المهندس وكذلك قاسم سليماني. أيضا نحن بانتظار ردة فعل الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، حكومة عادل عبد المهدي حول هذه العملية. أيضا نحن بانتظار ما ستؤول إليه النتائج في المستقبل القريب خلال الساعات القادمة، خاصة وأن هناك بعض الميليشيات قد استنفرت قواتها، وذلك من أجل أن يكون ربما نحن بانتظار الساعات القادمة أن يكون هناك رد من قبل هذه الميليشيات. لا يفوتنا أيضا أن نذكر بأن العملية تمت قرب مطار بغداد الدولي، حيث تم استهدافهما حسب ما تقول الأخبار بطائرة مسيرة أمريكية استهدفتهم وعشر من حمايتهما، أو ربما يكون هناك العدد أكثر من ذلك، حيث قالت المصادر إن عملية استهداف ليست فقط طالت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وإنما هناك ربما يكون هناك بعض القيادات في الحشد الشعبي. مشاهدينا الكرام، يسرنا في هذه التغطية أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم أستاذ نظير. وسيكون معنا عبر الهاتف العقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام من إسطنبول. مشاهدينا الكرام، ربما سنذهب إلى فاصل القصير ومن ثم نعود إليكم. إذا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذه التغطية المباشرة والتي خصصناها طبعا للحدث الأبرز والأهم في هذا اليوم الجمعة، وهو مقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد، وكذلك قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. ونبدأ مع العقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام من إسطنبول. سيادة العقيد، مرحبا بكم. حياكم الله، أهلا وسهلا. سيادة العقيد، من الناحية الأمنية، بعد مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأيضا أبو مهدي المهندس بهذه الطريقة بعد نزولهما مباشرة من الطائرة التي أقلتهما من لبنان، ماذا يعني أمنيا على العراق بعد هذه الحادثة؟ نعم، بداية دعني أقول بأن هذه الضربة أدخلت ليس العراق وإنما المنطقة في مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين طهران. أنا أعتقد بأن هذه الضربة الأمريكية التي جرت صباح هذا اليوم على اثنان من أكبر القيادات العسكرية بالنسبة لطهران والقائد الفعلي لميليشيات الحشد الشعبي في العراق هي رسالة واضحة للرد الأمريكي على طهران، وليس الرد هذه المرة على ميليشيات الحشد الشعبي في العراق الأذرع الإيرانية، وإنما هذه المرة الرد هو رد مباشر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين طهران. أنا أعتقد بأن مقتل هذا الرجل سليماني الذي يعتبر من العسكريين نستطيع أن نقول الاستراتيجيين الإيرانيين، ويعتبر الرجل الأول لإيران في الخارج وفي العمليات الخارجية، هو رد مباشر على إيران بأنه المواجهة ستدخل مرحلة جديدة من التصعيد الأمريكي ضد طهران في المنطقة. لذلك أنا أعتقد بأن بالنسبة للعراق، حتى لو رأينا ردود الأفعال العراقية لحد هذه اللحظة، الرد الرسمي العراقي رد باهت جدا ومتأخر جدا عن الردود الإيرانية. فالحدث منذ الرابعة صباحا تقريبا وإلى حد الآن
حتى بدأت الردود تتوالى في العراق وهناك طلب لجلسة رسمية. أنا أعتقد بأن العراق هو فاقد لزمام المبادرة تماما في مسألة الرد على هذه الضربات، ولكنه سيكون ساحة صراع مقبلة لأنه هناك سيطرة كاملة للميليشيات الإيرانية المتواجدة في العراق والتي يمكن أن تقوم ببعض الأدوار إذا ما طلبت منها طهران مسألة الرد على هذه الضربات الجوية. سيادة العقيد، أنت قلت بأنه هذه الضربة هي رسالة من واشنطن إلى طهران، وأيضا قلت بأنه ربما يكون هناك تصعيد أمريكي ضد إيران. إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا التصعيد؟ هل يصل إلى مواجهة عسكرية في المستقبل المنظور سيادة العقيد؟ نعم، هذا سيعتمد على الوقائع على الأرض. إذا ما أقدمت طهران على ردود فعل، أنا أعتقد بأنه الآن المساحة الإيرانية في الرد هي واسعة وكبيرة جدا. أولا هذا الهدف هو هدف يعتبر سياسي عسكري إيراني ورجل معروف على مستوى عالي في طهران، ويعتبر يمكن أن نقول أنه الرجل المرشح لقيادة طهران في الفترة المقبلة. كانت هناك تسريبات أمريكية بأن هذا الرجل قد يستلم زمام القيادة في طهران، فبالتالي مسألة الرد الآن الإيراني يمكن أن تكون أيضا واسعة. أولا الاستهداف شمل تقريبا 3 بلدان، شمل العراق وشمل إيران وشمل ابن عماد مغنية الذي يعتبر هو المسؤول عن العمليات الخارجية في حزب الله اللبناني. وبالتالي يمكن لإيران أن تقوم بردود فعل واسعة تشمل جميع هذه المناطق بالإضافة إلى اليمن. ولكن السؤال الأهم هو ما هي ردة الفعل الأمريكي عندما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على مثل هذه الضربة؟ أدخلت في حساباتها جميع ردود الفعل الإيرانية التي يمكن أن تكون في المنطقة، وبالتالي مسألة الإقدام طهران على هذه الضربة أنا أعتقد سيجعل المواجهة مباشرة ومفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال داخل الأراضي العراقية. سيادة العقيد، المواجهة تكون داخل الأراضي العراقية؟ نعم، يمكن أن يكون العراق هو أحدى ساحات الصراع، ولكن يمكن أن يكون الرد الإيراني واسع جدا، لأنه أنا قلت بأنها هناك أذرع إيرانية تنتشر في المنطقة في العراق. طيب. وفي لبنان وفي اليمن وفي سوريا، جميع هذه المناطق تتواجد فيها أذرع إيرانية، وبالتالي إذا كان الرد الإيراني واسعا وشاملا يمكن أن يكون في جميع هذه المناطق. أما إذا اقتصر الرد على العراق فقط فأنا أعتقد بأن العراق هو ساحة رئيسية للصراع القادم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين طهران إذا كانت المواجهة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. بسؤالي الأخير سيادة العقيد، الطريقة الاستخبارية التي قتل بها قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هل تؤكد أن إيران ربما تكون قد فقدت السيطرة على الأرض في العراق وتحولت واشنطن إلى هي أن تكون المبادرة في عملية الاستهداف؟ نعم، يعني أقول إحنا نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لا نتكلم عن دولة من دول العالم الثالث. هذه دولة لديها من الإمكانيات ومن التقنيات ما تستطيع من رصد الأهداف وبدقة متناهية. أضف إلى هذا بأنه هي المنطقة أصلا كانت تسير نحو التصعيد خلال الفترة الماضية. يعني من يتابع الأمور في المنطقة يرى بأنه الاستراتيجية الأمريكية تقوم خاصة بعد الحروب التي دخلتها في العراق وأفغانستان هو الخروج من هذه الحروب العبثية، وذلك بتقليل أعداد القوات الأمريكية. ولكن خلال هذه الفترة أوعزت الإدارة الأمريكية بزيادة أعداد القوات الأمريكية في المنطقة. هذا أولا. المسألة الثانية أنه خلال هذه الفترة أيضا كان هناك تقليص لعدد الدبلوماسيين الأمريكان في المنطقة، وهذا مؤشر آخر على أنه يمكن أن يكون هناك تصعيد في المنطقة. المؤشر الآخر بأنه مجلس التعاون الخليجي أصدر قرارا بأنه الاعتداء على أي دولة يعتبر الاعتداء على جميع دول مجلس التعاون الخليجي. يضاف إلى هذا بأنه إدراج عدد من قادة الميليشيات على لائحة الإرهاب الأمريكية هو مؤشر على التصعيد الأمريكي القادم في المنطقة. يضاف إلى هذا أنه تغيير عدد من القيادات الأمنية في العراق بما فيها المنطقة الخضراء وإسنادها إلى قادة كانوا في الميليشيات يعتبر مؤشر واضح على أن هناك أمر مبيت في العراق. لا. لذلك أنا أقول بأنه إن ما يجري الآن هو في العراق هو نتيجة صراع طويل، وهناك كانت رسائل متبادلة، وكانت هناك عدد من الاستهدافات والهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم مع الحكومة العراقية بأنه يجب وقف هذه الهجمات، ولكن لا أحد يستجيب حتى وصلنا إلى هذه النتيجة التي نحن عليها الآن بهذا التصعيد الكبير والخطير على الأراضي العراقية. أنا أعتقد بأن هذه الضربة
هي رسالة حتى للحكومة العراقية بأنك غير قادر على رجم هذه الميليشيات، وبالتالي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تخوض هذه المواجهة بدل أن تكون الحكومة العراقية هي صاحبة الأمر في مسألة التعامل مع هذه الميليشيات والتعامل مع النفوذ الإيراني في العراق. العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام من اسطنبول، شكرا جزيلا لكم، أجدد الترحيب بكم سيد نظري الكندوري. ماذا يعني في هذا اليوم مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في العراق؟ تداعياتها على الوضع العراقي الداخلي، هل ستكون هناك تداعيات سلبية أم إيجابية على الوضع العراقي؟ نعم، لقد يعني أنا يعني تفاجأت اليوم صباحا عندما سمعت خبر بأنه القوات الأمريكية قد شنت هجمة عسكرية على هؤلاء القياديين لقتلهما. يعني الحقيقة نحن تحدثنا قبل يعني بضعة أيام. تفاجأت، ألم يكن يعني من المتوقع؟ نعم، خاصة بعد أن هجموا على مبنى السفارة الأمريكية في بغداد. نعم، كانت الأمور تتجه إلى التهدئة عندما هاجم يعني عناصر من الميليشيات بملابس مدنية وبعضهم ملابس عسكرية إلى السفارة الأمريكية، لكن تم سحبهم وكأنما الأمور بدأت تتجه إلى التهدئة. طيب، لكن تفاجأنا اليوم بتصعيد خطير بقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وبضعة قادة آخرين لم يعني يتسنى لي معرفة أسمائهم. طيب، يعني أنا ما أرى، يعني قلنا في فترة سابقة بأن الضربة الأمريكية الأولى التي استهدفت ميليشيات ميليشيات حزب الله يعني كانت جريئة وقوية، لكن في حينها قلنا بأن هذه الضربة لا تخدم الحراك الشعبي الذي موجود حاليا في العراق والذي يستهدف. شنو علاقته؟ ما له علاقة؟ لا شون؟ أنا جايك بالتفصيل. طيب، هذا يجعل الأجواء تتجه إلى يعني تخوين أي شخص يطالب بالإصلاح، تخوين أي شخص يطالب بالتغيير، وبالتالي رميهم في خانة العمالة إلى الولايات المتحدة. ولكن قلت يعني إذا كانت الولايات المتحدة عازمة فعلا على يعني تغيير حقيقي في العراق أو دعم لهؤلاء المتظاهرين بشكل غير مباشر، إما أن تكف عن هذه الضربات أو أن تستمر فيها إلى المرحلة التي يحدث فيها تغيير حقيقي بالعراق. طيب، وعلى ما يبدو يعني صباحا عندما سمعنا هذا الخبر وهذا العملية يعني نسميها تخطت كل الحدود، يعني ليست ميليشيا أو مجرد قاعدة عسكرية لإحدى الميليشيات، لا، إنما استهدفت قيادات إيرانية نعم، وقيادات عراقية، مما يدلل على أن هناك نية حقيقية للولايات المتحدة بالاستمرار في هذا النهج وصولا إلى مرحلة التغيير. يعني يرافق ذلك، نتوقع في الأيام القادمة ربما تكون هناك استهدافات لقادة مثلا في الميليشيات او قادة احزاب دينية مثلا او هذا رعمة. يعني هذا يعتمد على الاستراتيجية الأمريكية. انا اعتقد انهم يريدون ان يصلون الى حالة شلل للقوة الموالية لإيران التي تحركها إيران. يعني حقيقة الذي يسيطر على العراق ليس الحكومة العراقية او المؤسسات السيادية كرئاسة او برلمان او غيرها او حتى الجيش، إنما الذي يسيطر على العراق بشكل كامل أمنيا وعسكريا هي الحشد الشعبي. طيب، وهذا الحشد الشعبي موالاته يعني لإيران، لذلك هم يريدون أن يصلوا إلى مرحلة يعني عمل صدمة لهذه القوات، وبالتالي إيصال هذه القوات إلى مرحلة الشلل لكي يتم التغيير الذي تريده الولايات تغيير المتحدة. تغيير من أي نوع أستاذ؟ أنا تغيير. أعتقد أنها يعني لا أستطيع أن أقارن بأن التغيير الذي تريده الولايات المتحدة مشابه للتغيير الذي حدث في عام 2003، ولكن إنما تريد تغيير وفق الآليات التي رسمها الاحتلال بعد 2003 من عملية يعني سياسية ودستور، ولكن بتأثير هذه المرة تأثير أمريكي طاغي وبقوة ونفوذ أمريكي. لذلك يعني أحد أهم العقبات لهذا التغيير هو وجود الحشد الشعبي، لذلك استهداف هذه القيادات، استهداف بعض قواعدهم يصب في هذه المرحلة. أستاذ الضير، اليوم الضربة كانت قوية جدا، يعني قصمت ظهور في العملية السياسية وحتى الأحزاب الدينية التي أتت مع الاحتلال،
هي رسالة من واشنطن إلى طهران، لو رسالة من واشنطن إلى الحشد الشعبي تحديدا؟ والله أنا أرى أنه ليست هذه الجهتين فقط، ليست لإيران وللحشد، إنما هي رسالة حتى للسياسيين العراقيين. لو لاحظت يعني منذ الصباح ولحد الآن ردود الأفعال يعني السياسيين العراقيين باهتة وليست قوية. يعني أنا قرأت رد فعل لعمار الحكيم يقول بأنه المنطقة أصبحت على صفيح ساخن، يعني وهذا انتهاك للسيادة. وهل كانت هي من قبل كانت هادئة؟ يعني الردود ليست قوية وحذرة، ويريدون أن يعني يعرفون رد الفعل الإيراني. شو فسرت الردود؟ يعني تفسيرك للردود، ليش يجي هذا الرد يكون باهت وليس بمستوى الحدث؟ أنا يعني أرى أن النظام الإيراني ومن خلفه النظام العراقي لهم استراتيجيات في التواصل مع التحديات الكبرى، وهي الانحناء أمام العاصفة. نحن الآن أعتقد أنا نحن الآن في يعني أمام عاصفة ترامبية إذا صح التعبير، موجهة ضد إيران وضد أذنابها بالأخص في العراق. لذلك التصرف الأمثل والعقلية التي تتصرف بها الإدارة الإيرانية وأذنابها هو الانحناء لهذه العاصفة ريثما تمر، لكي لا يخسروا كل المكاسب التي موجودة في أيديهم. بل أنا أتوقع ربما سيوافقون على أي إملاءات أمريكية في داخل العراق أو حتى يعني أستاذ مضير، حضرتك تستبعد المواجهة العسكرية مثلا؟ نعم نعم أنا أستبعدها. يعني أنا سمعت كلام العقيد حاتم، ويعني أنظر للمسألة ليست من ناحية عسكرية إنما من ناحية سياسية. أنا أتوقع ردود الأفعال سوف تكون على الطرف الأضعف، ربما يعني وهناك خطورة، ربما هذه الميليشيات تصب جام غضبها على المتظاهرين وعلى ساحات التظاهر، وربما يصعدون من عمليات الاغتيال كونهم بأنه يتهمون بالخيانة ويتهمون بالولاء إلى الولايات المتحدة وتخوينهم. يعني لاحظنا احنا كيف ابدا المتظاهرين فرحتهم بمقتل قاسم سليماني وابو مهدي المهندس الذي هو مسؤول عن قتل العديد من الناشطين، ناهيك عن قتل الالاف من شعبنا العراقي طيله ال 16 سنه. لكن هذا الابداء، هذه الفرحه سوف يفسروه بانه هذا ولاء للولايات المتحده وهذا تخوين، وبالتالي عندما نصل الى هذه المرحله سينفذون في حقهم ربما جرائم. انا يعني احذر من هذا الموضوع. لذلك يعني على المتظاهرين ان يعني يتهيئوا لمثل هكذا هجمه عدوانيه من الحشد ومن انصاره، ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل لحمايتهم، لأنه ربما سينفردون بهؤلاء المتظاهرين وإلقاء التهم الخيانة عليهم ومحاولة تصفيتهم. الآن يحاولون أن يخلقوا أجواء حرب، ولكن في الحقيقة ليس هناك ردود فعل عسكرية من قبل الميليشيات ولا من قبل الحكومة العراقية، لكن هذه الأجواء تنفعهم لوئد هذه التظاهرات وطي صفحة التغيير السلمي للسلطة. طيب في العراق أستاذ نظير، كيوان انقصفت من قبل ميليشيا حزب الله، ردت عليهم في على تخوم الحدود العراقية السورية وحتى في محافظة الأنبار في القائم، وأيضا تعدت ثلاث ضربات في داخل العراق وضربتين هو صارت خارج العراق استهدفت حزب الله. اليوم عملية مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من قبل الأمريكان كانت ردة فعل أم يعني مهيئ لها مسبقا؟ يعني أنا فقط أريد أن أرجعك إلى ربما قبل أسبوع. صرح أحد القادة العسكريين ردا على سؤال، إذا أنتم تقولون أن قاسم سليماني هو مطلوب لكم وهو من ضمن قوائم الإرهاب، لماذا لا تقومون بإلقاء القبض عليه وهو يتحرك أمامكم؟ فقال ليست لدينا الصلاحية بأن نلقي القبض عليه داخل الأراضي العراقية، ويفترض بالحكومة العراقية هي من تلقي القبض عليه. لكن رأينا الآن وصل الأمر ليس مرحلة إلقاء قبض إنما مرحلة تصفيته جسديا، ما يدل على أن هناك تغيير حقيقي بالسياسة الأمريكية. أعتقد أن ترامب لديه خطط أخرى مختلفة عما أعلن سابقا، وربما كثير من المحللين كثير من المراقبين كانوا يأخذون على ترامب بأنه هو رجل تجارة، رجل حروب اقتصادية وليست عسكرية.
لكن هذا التطور المذهل الذي حدث اليوم ولربما سيلحقه في الأيام المقبلة أشياء أخرى تدلل على أن هذا الرجل لا يمتلك قرارات عسكرية ربما تكون حازمة. طيب. لذلك أنا أتوقع أنه الأمور لن تبقى على هذا المنوال، ولكن زمام مبادرة سيكون بيد الولايات المتحدة وليس بيد إيران. ربما بعض العسكريين يقولون أن التواجد الأمريكي في العراق ليس بالقوة الكافية التي يستطيع أن يواجه الحشد. يعني أنا أقول الأمور والحرب حاليا لا تحسب بأعداد الجنود، الآن الحروب هي حروب يعني تقنية. طبعاً طبعاً. لذلك هناك تفوق هائل بالنسبة للقوات الأمريكية على الحشد أو إيران حتى في الساحة العراقية. لكن هناك خبر أيضا اليوم سمعته أن هناك تحرك لقطاعات عسكرية من بحر الصين متجهة إلى الخليج العربي وهي قطاعات كبيرة. هذا ممكن يدلل على أن هناك تحسبات أمريكية لردود أفعال ربما تطال بعض دول الخليج، بالرغم أني أستبعد هذا لأن إيران لا تريد الآن استهداف دول الخليج لأنها هي أيضا مستفيدة منها اقتصاديا. إذا ما تحدثنا عن دول الخليج، تعتقد أستاذ نظير بأنه ربما ستكون صحوة للخلايا النائمة في بعض من دول الخليج بعد هذه العملية العسكرية، وبالتالي هم يتحركون في هذه المناطق في هذه الدول الخليجية ضد القواعد الأمريكية المتواجدة هناك؟ تعتقد ذلك؟ لا أعتقد ذلك. أنا أتوقع أنه كل هذه الجعجعة من النظام الإيراني أو يعني حتى ربما مستقبلا ستخرج من بعض قادة الميليشيات لن تضي إلى شيء. يعني كل هذه الجعجعة التي جاءت بعد الضربة الأمريكية لقوات تابعة لحزب الله لم يقوموا إلا بعمل شو أمام السفارة الأمريكية وانتهى هذا الأمر. لذلك أنا لا أتوقع أن هناك ردود أفعال قوية وستمر هذه الأمر، ولكن الذي أتوقعه أن الأمريكان سوف يستمرون في دعم التغيير. أنا أريد أن أحيلك إلى تصريحات لترامب قبل يومين. طيب. عندما خاطب الشعب العراقي وخاطب الجماهير المنتفضين بشكل مباشر بمعزل عن الحكومة العراقية. طيب. وقال قد حان الوقت لإحداث التغيير في العراق، يعني بمحتوى كلامه، وهذا يدلل على أن الرجل يعني وصل إلى قناعة بأنه يجب على النظام العراقي أن يغير من سلوكه. أنا لا أقول أنه يدعم استقلال العراق كما يقول نريد عراق حر ومستقل وذو سيادة. لا. هو يقصد أن يكون حرا من إيران ومستقلا عن إيران، لكن هل هذا يعني أنه لن يكون يعني مواليا لأمريكا؟ هذا أنا شك فيه. طيب. لكن في بالنهاية كل دولة هي تبحث عن مصالحها وتعزز مصالحها، لكن هناك مصلحة عراقية بالاستفادة من هذا الصراع الدولي لأخذ حريته وأخذ استقلاله. هناك حقيقة يوجد صراع الآن أمريكي إيراني، وعلى الشعب العراقي أن يستفيد من هذا الصراع، يعني أن تضرب هذه القوة بعضها في بعض. نعم. لكي نستفيد منها. كما يعني جاء الاحتلال الأمريكي للعراق أيضا جاء بظرف دولي مهد لهذا الاحتلال. طيب. كان في 2003 العالم يعيش في حالة قطب واحد. الولايات المتحدة هي المتحكمة في العالم. لو 2003 كان هناك الاتحاد السوفيتي بقوته السابقة. نعم. لما تجرأت الولايات المتحدة على احتلال العراق. بلد كبير مثل. طيب. العراق. طيب. لذلك الآن هناك أيضا حالة دولية جديدة، هناك إدارة أمريكية جديدة مختلفة عن سابقاتها، وهناك عداء حقيقي ما بين الولايات المتحدة وإيران. يمكن أن يستفيد منه الشعب العراقي في نيل حريته بالاستفادة من هذا الصراع. طيب، هناك تصريحات لبعض زعماء الميليشيات يعني يجددون رفضهم ويتوعدون الولايات المتحدة بأن هناك سيكون ردا، وهناك من استنفر قواته وإعادة هيكلتها من جديد على ذكر مقتدى الصدر، يعني دعا جيش المهدي إلى أن يعيد تشكيل هيكلته من جديد. تعتقد الفترة المقبلة ستستهدف رؤوس الميليشيات تحديدا من قبل الولايات المتحدة؟ يعني عندما اغتالت أبو مهدي المهندس ستجر على باقي بقية زعماء الميليشيات، خاصة أن هناك ربما أخبار غير مؤكدة طبعا، ولكن هناك تكهنات تخمينات. نعم. تتحدث بأنه لابد من على الولايات المتحدة أن تعتقل
هذا أقل المطلوب، تعتقل هادي العامري وقيس الخزعلي باعتبارهما أنهما ذهبا إلى مقر السفارة الأمريكية قبل عدة أيام، وقاموا بمشاركة من كانوا هناك في عملية حرق مقرات لبوابة مقرات السفارة الأمريكية. تعتقد ذلك أستاذ؟ يعني بالنسبة لهؤلاء الرؤوس الذين هم لهم دور في العملية السياسية كهادي العامري وغيره، لا أظن أن الولايات المتحدة ستتجه لفعل عسكري ضدهم كتصفية أو كاعتقال، إنما سوف تدرجهم في قوائم مطلوبين أو رهاب أو تسليط عقوبات عليهم. طيب. أو حتى استحصال يعني عقوبات دولية ضدهم على اعتبار أنهم خرقوا الأعراف الدبلوماسية. أما عن التحشيد الذي يقوم به الميليشيات، أنا أرى الأمر غير شكل. يعني أنا أعتقد أن هذه أفراد هذه الميليشيات ربما نرى بالقريب العاجل تسرب لهذه الأفراد، بالعكس انحلال هذه الميليشيات، لأن يعني الغالبية العظمى من عناصر هذه الميليشيات هي لم تأتي إيمانا بهذه الميليشيات وعقائدها الزائفة، إنما لكي يعني لقمة الخبز، يعني لأجل الراتب. لكن عندما يصل الأمر إلى استهداف حقيقي كما حدث في يعني القائم وموت حقيقي، ستجد هؤلاء يذهبون إلى بيوتهم، لن تبقى إلا النخبة العقائدية التي هي توالي إيران بشكل عقائدي، وهؤلاء أعدادهم قليلة. أنا أتوقع أنه الولايات المتحدة ستقوم بالمرات المقبلة باستهداف أيضا نوعي لبعض القيادات، وهذا سيعجل من تحلل هذه الميليشيات، وبالتالي سيكون التمهيد للتغيير السياسي وبطريقة سياسية سلمية، ربما سيكون الأمر مفتوح إلى أكثر مما قبل. طيب أستاذ نظير، هناك ربما عامل الوقت خاصة في يعني المادة الخبرية عندما تأتي نركز دائما على موضوع الوقت، ليش في هذا الوقت بالتحديد قاموا باغتيال قاسم سليماني على أنه مدرج سابقا على قوائم إرهاب هو وأبو مهدي المهندس؟ يعني مثلا يقول لك القوات الأمريكية شاركت في عملية الغطاء الجوي لمحاربة تنظيم الدولة، لماذا لم تقم في ذلك الوقت بضرب قاسم سليماني على اعتبار بأنه خطأ ليس مقصودا وبالتالي تنتهي منه؟ لماذا في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني في تلك الفترة كانت الولايات المتحدة مستفيدة من هذه الميليشيات. أنا لا أبرئ الولايات المتحدة، يعني أنا أعتقد أن هناك صراع بين مجرمين سواء من الطرف الإيراني أو الأمريكي. طيب. لذلك هي كانت ترى أن يعني أبو مهدي وقاسم سليماني وهذه الميليشيات كانت مفيدة لها في فترة ما، أما الآن فتغير الوضع. هناك أيضا حالة خاصة تتعلق بالإدارة الأمريكية. الآن ترامب يتعرض إلى ضغوطات داخل بلده، وهناك يعني تقديم لمحاكمة. أنا لا أظن أن هذه المحاكمة يعني تأخذ مجراها إلى الحد الذي يقال فيه ترامب، ولكن على الأقل ستقلل من شعبيته، فهو محتاج خلال هذه السنة المتبقية من فترته الرئاسية إلى إحداث قوية يعني تجعل الرأي العام كله لصالحه. لذلك يعني هو في اغتياله لهذه الشخصية والمطلوبة أمريكيا والتي يعني عند الرأي العام الأمريكي يعتبر من العناصر الإرهابية المشهورة، هذا يصعد من رصيده. بل إذا وصل إلى مرحلة إحداث تغيير حقيقي في التوجهات السياسية داخل العراق، هذا ربما يعتبر نصر عظيم بالنسبة لترامب، يعزز مكانته في الداخل الأمريكي، مما يعزز فرصة طبعا في الفوز بولاية أخرى. أستاذ نظير، بعد مقتل سليماني هل يمكن القول أن الولايات المتحدة عادت لتمسك زمام المنطقة بعد أن ربما تسربت منها وأصبحت الكلمة الفصل لإيران؟ هي حاولت بالفترة السابقة بالذات في الانتخابات 2018، وكانت تحاول أن تعزز نفوذها من خلال شخصيات تصل إلى البرلمان أو إلى يعني الحكومة، لكن فشلت في ذلك فشلا ذريعا، لأن ليس لديها أدوات يعني فاعلة في الداخل العراقي. وكل هذه الفترة بدأ النفوذ الأمريكي يتقلص والنفوذ الإيراني يزداد، أنا أتكلم عن العراق وكذلك في المناطق الأخرى. لذلك وصلت إلى مرحلة أنه يجب أن تكون هناك عمليات جراحية حقيقية لتعزيز هذا النفوذ. أنا أتوقع يعني من خلال هذه العملية والعمليات التي ربما ستأتي لاحقا سيتعزز النفوذ الأمريكي في العراق وفي المنطقة، وتكون زمام المبادرة بيده وليس العكس.
الآن النظام الإيراني في أضعف حالاته بسبب هذا الحصار ودعمه لأطراف يعني المنتشرين في دول المنطقة ربما سيكون أضعف، وبالتالي القبضة الإيرانية التي يسيطر فيها على عدة دول ربما ستتراخى لاحقا. أنا يعني لا أتفائل وأقول بأن الولايات المتحدة ستصل إلى مرحلة لإسقاط النظام الإيراني، لكن إنما تريد أن تصل إلى يعني إلغاء هذا النفوذ الإيراني في دول المنطقة وإكفاء إيران في داخل حدودها وجعلها طيعة بل ترويضها لاحقا. طيب، المرشد الإيراني علي خامنئي يقول على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتظر انتقاما شديدا ردا على اغتيال قاسم سليماني، تنتظر انتقاما شديدا. والله يعني أنا يعني ربما يعني لا أعطي لهذا الكلام أي وزن وأي قيمة. طيب، هذا علي خامنئي سيتجرع السم كما تجرعه سلفه الخميني في بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية، تجرع السم صاغرا، بينما كانت يعني كلماته تلهب الجماهير حماسا بأن الطريق إلى القدس يمر من خلال بغداد، ويعني يلهب الجماهير وقد ضحى بمئات الآلاف من أبناء شعبه في هذه الحرب التي لا طائل منها. وهكذا نفس الشيء خميني، طيلة خامنئي طيلة هذه الفترة يعني خلق من المشاكل لدول الجوار ما لا يعد ولا يحصى، لكنه سيتجرع السم مرة ثانية ولكن هذه المرة على يد ترامب. لكن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي يقول سننتقم بشدة من واشنطن. هناك أيضا يعني في أخبارنا مصادر صحفية، القوات الحكومية تغلق الجسر المعلق المؤدي للسفارة الأمريكية وإجراءات مشددة أمنية مشددة في محيط السفارة. تعتقد أن الرد سيكون فقط مثل ما حدث قبل يومين الذهاب إلى السفارة الأمريكية وبالتالي الاحتجاجات والتنديد والاستنكار؟ بل ربما يعني يتجرؤون إلى ما هو أكثر باستعمال بعض الأسلحة ضد هذه السفارة، ولكن سيستعملوها ضد جدران لا يوجد فيها أحد. الآن تم توجيه بإخلاء هذه السفارة تماما من موظفيها الأمريكان، وسنتوقع ربما بالساعات المقبلة تكون هذه السفارة عبارة عن جدران لا أحد فيها. طيب، ليذهبون وينتقمون من هذه الجدران. يعني هذا لا يعني للأمريكان شيء. هناك الآن توسعة للقنصلية الأمريكية في أربيل بحيث تصل إلى مرحلة أنه تكون أكبر من بناية سفارة. نعم، الأمريكان ربما يتوقعون مثل هذه ردود الأفعال وقد أخذوا احتياطاتهم يعني في هذا السبيل. أنا أتوقع أنه لا توجد حيلة لهذه الميليشيات أو حتى للنظام الإيراني، ليست لديه خيارات عديدة يستطيع استغلالها، إنما هو كان يحاول إيجاد فوضى هنا وهناك أو محاولة إشغال القوات الأمريكية بضربات بسيطة نوعية. أما أن تصل المرحلة إلى مواجهة مفتوحة مع القوات الأمريكية فهذا هو انتحار بشكل يعني حقيقي. الإيرانيين أذكى من أن يصلوا إلى هذه المرحلة التي ربما يعني يغامرون بمستقبل نظامهم. أنا أتوقع أنه ستكون هناك حملة إعلامية من قبل الإيرانيين من قبل الحشد، ولربما انتقام من الحلقات الأضعف اللي هي من الجماهير العراقية من المنتفضين العراقيين، ربما يسلطون جام غضبهم حتى على المتظاهرين الإيرانيين. أما أكثر من ذلك فلا أتوقع من النظام الإيراني لديه القدرة على فعل شيء. هناك من دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لبحث تداعيات مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني. تعتقد أن هذه الجلسة سيكون فيها ربما يعني طرح مشروع قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق؟ الآن يدور هذا الكلام على أنه يتم طرح قانون يعني إجبار القوات الأجنبية من الخروج من العراق. أنا فقط أريد أن أفصل في هذا الموضوع. نعم، تفضل. بمجرد إصدار هذا القرار، هذا ليس الأمر سهل، لديك الكتل الكردية وأيضا عدد كبير من النواب السنة سوف لن يوافقون على إصدار قرار بإخراج القوات الأمريكية. والأسبوع الماضي كانت هناك تصريحات لكثير من القادة الكرد وحتى السنة بأن تواجد القوات الأمريكية في العراق هو عامل توازن للمكونات، يعني هكذا قالها يعني ربين سلام اللي هو نائب كردي.
قال يعني لولا القوات الأمريكية لما يعني كان هناك توائم بين المكونات، ما يدلل على أن يعني قادة العراق الحاليين الذين هم من المكون الشيعي ربما ينفردون بالكرد والسنة. لذلك مسألة إصدار مثل هكذا قرار صعب، لكن على افتراض أنه تم إصدار مثل هكذا قرار، يفترض أنه القرار يلزم الحكومة العراقية بتنفيذه. الحكومة العراقية يجب أن تنذر الطرف الآخر قبل سنة من تطبيق هذا القرار، هذا في حالة موافقة الطرف الثاني. لذلك نحن يعني أمام أنه مهلة في حال أنه الأمور مشت كما هي وكما تريد الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران، فلديهم على الأقل سنة لتنفيذ مثل هكذا قرار. طيب، فالموضوع يعني ليس له قيمة ولا جدوى. في عام 2008 وقع نور المالكي مع الإدارة الأمريكية اتفاقية الإطار الاستراتيجي، اتفاقية الأمنية، وهنا في قناة الرافدين أطلق عليها الكثير من التصنيفات، اتفاقية الخنوع والخضوع ولا غير ذلك. اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي من ضمن بنودها، طبعا هي بنود كثيرة، ولكن من ضمن بنودها أن تبقى القوات الأمريكية بشكل مؤقت داخل العراق، ومن حقها أن تتدخل إذا ما أصيب العراق ببعض القلاقل الأمنية مثل ما حدث في موضوع داعش تنظيم الدولة. طيب، في هذا الجانب هل يمكن إلغاء الاتفاقية الإطار الاستراتيجي وبالتالي خروج القوات الأمريكية من العراق؟ هل لدينا هذه القدرة في بغداد؟ أنا يعني ربما أفاجئك وأقول أن العكس ربما يحدث، بأن إحدى بنود هذه الاتفاقية هي بأن تدافع الولايات المتحدة عن النظام الديمقراطي الموجود في العراق. طيب، والآن تستطيع الولايات المتحدة إثبات يعني الإثبات للعالم جمعاء بأن هذه الميليشيات وهذه القوى الموالية لإيران تضر بالنظام الديمقراطي وتفقد النظام الديمقراطي من محتوى الحقيقي، وهي بالتالي تبيح لنفسها للتدخل للحفاظ على النظام الديمقراطي في العراق، وهذا مدخل يعني خطير بالنسبة للأحزاب الشيعية. طيب، وتستطيع من خلاله أن تعيد رسم العملية السياسية من جديد وفق هذه المعاهدة الأمنية. فالمعاهدة الأمنية معاهدة خطيرة على الأحزاب الشيعية، وهي استعجلت في إبرامها فقط لكي تنفرد بالعراق. طيب، يلغوها وينتهي الموضوع؟ نعم، تلغى من يعني لا يمكن الاتفاقية يجب أن تلغى باتفاق الطرفين، لا تلغى من طرف واحد، يعني غير ممكن هذا الأمر. اتفاقية وموثقة بالأمم المتحدة يعني. طيب، أريد أتحدث وياك على المتظاهرين الآن في ساحة التحرير وفي بقية الساحات. عملية قتل القاسم سليماني أبو مهدي المهندس راح تأثر عليهم بشكل إيجابي أم سلبي؟ أريد تفصيل في هذا الموضوع. يعني أنا أقول لك يعني مشاعري كشخص عراقي هي نفس مشاعر المتظاهرين. عندما سمعت بالخبر يعني فرحت كثيرا كون أنه أحد رموز الإجرام بحق الشعب العراقي قد تم تصفيته على يد من، هذا ليس أمرا مهما، لكن تم إزالته من أمام الشعب العراقي وتم الانتقام لتلك التضحيات. وقد عبر المتظاهرين عن فرحتهم يعني اليوم صباحا بمقتل هذه الشخصية الإرهابية. لكن أنا أقول أن ردود الأفعال للميليشيات والموالين لإيران ربما ستكون ردود أفعال قوية اتجاه الحلقات الضعيفة، وأنا نقصد فيها المتظاهرين. ربما ستكون هناك عمليات انتقامية، ناشطين مدونين. لا، الأمر ربما يتطور إلى أكثر من هذا. يعني ربما أنا أتوقع سيتم تنظيم تظاهرات مدفوعة الأجر من الميليشيات أنفسهم ولباس مدني، وتذهب إلى ساحات التظاهر كساحة التحرير وغيرها من الساحات، ويتم الاصطدام بالمتظاهرين الحقيقيين. وطبعا هؤلاء مزودين بأسلحة سلاح يعني أبيض يعني كالسكاكين والسواطير. نعم، وربما ينتقمون من هؤلاء المتظاهرين. يعني أنا هذا الموضوع خطير جدا، ولربما يعني تسقط ضحايا كثيرة في هذا الأمر. لذلك يعني أوجه ندائي إلى يعني المتظاهرين أولا وإلى المنظمات العالمية أولا بأن يجب أن يكون هناك حماية لهؤلاء المتظاهرين، وإلا
فإن الموضوع خطير. هؤلاء المتظاهرين يعني عبارة عن شباب عزل لا يمتلكون أي سلاح ولا لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم. وليسمعني هذا من يدعي أنه يحمي المتظاهرين جماعة مقتدى الصدر وغيرهم. الآن لنرى يعني شطارتك بكيف ستدافع عن هؤلاء المتظاهرين. يعني الآن أنا أتوقع أن هناك ربما ستكون هناك هجمة على المتظاهرين وربما سيسقط العديد منهم شهداء في هذه الحركة الانتقامية التي ممكن يقوم فيها الحشد ومواليه. طيب. لذلك يعني هناك يعني مهمة حقيقية لدول العالم أن توجه إنذار واضح وشديد اللهجة بالنسبة لأي تحرك يستهدف هؤلاء المتظاهرين. الموضوع خطير وليس موضوع بالنسبة بسيط. إلى مقتدى الصدر، مقتدى الصدر اليوم دعا أنصاره لإعادة هيكلة الجيش المهدي. احنا نعرف بانه جيش المهدي هو جيش عقائدي، ولكن يعني ارتكب العديد من الفظائع والانتهاكات في عام 2006-2007 بعد تفجير المرقدين في سامرة. تعتقد ليش بانه مقال إعادة هيكل السرايا السلام؟ ليش رجع الى جيش المهدي؟ هل على اعتبار على يعني انه كان له سابقة في يوم ما انه قاتل الامريكان، ثم بعد ذلك اتفق معهم وباع سلاحه الى الامريكان بمقابل الاموال؟ انا هذا الكلام يعني لا اعول عليه كثيرا. الصدر ليست لديه القدرة على مواجهة قوات أمريكية والتعبئة ضدها، هو أقل من هذا وأضعف من هذا، لكن هو يحاول أن يستفيد من الظروف ل يعني تعلية رصيده الشعبي أو إثبات أنه رجل وطني وله مواقف وطنية. طيب. ليس أكثر من هذا. طيب أنا أستميحك عذرا، سأنتقل إلى يعني عبر الهاتف سيكون معنا العقيد أحمد حمادي الخبير الأمني والعسكري. سيد سيادة العقيد مرحبا بكم. اهلا وسهلا، اسعد الله صباحكم. الله يخليك، اسعد الله صباحكم بكل خير. سيادة العقيد، مقتل سليماني هل سيؤثر على الثورة السورية المستمرة منذ تقريبا 8 سنوات؟ كيف سيؤثر عليها؟ هل هناك ناحية إيجابية؟ كيف ستكون هذه النواحي الإيجابية؟ تفضل سيادة العقيد. عندما تدخلت إيران منذ اليوم الأول لانطلاق الثورة السورية المباركة، أتت بكل هؤلاء المجرمين باسم حماية المراقد الدينية، ودخلوا إلى جانب بشار الأسد ليقتلوا الشعب السوري، والشعب السوري لن ينسى هذا المجرم قاسم سليماني الذي كان يتبختر في شوارع حلب المدمرة بعد أن تم طرد سكانها منها، وكذلك خطبته الشهيرة في مسجد الحاضر عندما أتى بالنجباء وغير النجباء وعصائب أهل الحق والحرس الثوري وكل هذه المكونات الطائفية أتى بها إلى سوريا من أجل تغيير ديمغرافي، من أجل إعادة بشار الأسد مرة أخرى للحكم بعد أن كاد يسقط على يد الثوار في سوريا. إذن مقتل قاسم سليماني سيؤثر سلبا بشكل كبير على معنويات هذه الميليشيات التي لا تزال تقاتل مع بشار الأسد، سيؤثر بشكل كبير على المسار الثورة السورية، لأنه يعني خسارة سليماني لمحور بشار الأسد ولإيران وكذلك روسيا الذي يعتبر قاتلا متجولا، هو الذي ينسق بين التنظيمات العراقية واللبنانية والسورية من أجل حشد هذه الطاقات لما يسمى بقتالهم ضد الإرهاب أو ما يسمى ضد الثورات، يعني في لبنان في سوريا في العراق. يعني حتى تجرأ قاسم سليماني حرق السفارة الأمريكية، ضرب صواريخ على القواعد الأمريكية وهذه التي أتت على نهايته. سيادة العقيد، كيف سيكون الرد الميليشياوي على الساحة السورية؟ نحن نعرف بأن هناك على الساحة السورية العديد من الفصائل الميليشيات المسلحة، منها أفغانية باكستانية عراقية إيرانية لبنانية، لكن مقتل قاسم سليماني كيف سيكون أو كيف تتوقع الرد من قبل الفصائل المسلحة الميليشياوية على الساحة السورية؟ هذه الفصائل هي حتى الآن
تقاتل الثورة السورية، هي التي تشتبك اليوم في منطقة شرق معرف النعمان، هي التي تدعم الجهود أو هي التي تمسك الأرض في جنوب حلب، في دير الزور، في البوكمال، في القلمون، في مناطق الجولان. كل هذه المكونات هي موجودة بالفعل تقاتل الثورة السورية، وهي التي تمسك الأرض حتى باتت احتلالا آخر، يعني قد وتكون قيادتها من قاسم سليماني بالذات وليست من نظام بشار الأسد أو أي شيء آخر. لذلك بمقتل قاسم سليماني ستتغير هذه البوصلة، ربما تعرف هذه الميليشيات بأن مصيرها لن يكون أفضل من مصير قاسم سليماني، وأن المعركة لن تنتهي مع الشعب السوري أولا، ولن تسمح العالم أمريكا والعالم أن يبقى هذا الإجرام المتحرك ينتقل من إيران إلى العراق إلى لبنان إلى سوريا إلى اليمن على يد قاسم سليماني وغيره من هؤلاء المجرمون. سيادة العقيد، يعني الجميع يعلم وحضرتك سيد العارفين بأنه قاسم سليماني هو الذي قاد الفصائل المسلحة الميليشياوية في العراق وسوريا ولبنان وأيضا في اليمن، وأيضا قام بعمليات انتهاك وجرائم ضد الإنسانية. لكن تعتقد أن قاسم سليماني ربما يعني من سيخلفه في عملية الانتقام من مقتل قاسم سليماني سيكون أشد وطأة على المعارضة السورية، على فصائل المسلحة للمعارضة السورية؟ بالنسبة لمن يخلف قاسم سليماني، هذه هي المنظومة تتلقى أوامرها من قم، من خامنائي المجرم الأكبر، هو الذي يوجه هذه المكونات. ولكن قاسم سليماني بخبرته الطويلة قد لا يوجد من يخلفه بهذه الكاريزما أو بهذا القدرة على جمع كل هذه الميليشيات الإرهابية في العراق، والفاطميون وزينبيون وفي لبنان وغيرها. قد تحتاج إلى زمن طويل، أو ربما تدرك إيران بأن عليها أن تعود إلى داخل حدودها منهكة من حرب تواجهها اليوم، حرب اقتصادية، وربما تنتقل اليوم هذه الحرب. إذا ردت إيران على مقتل قاسم سليماني بمكان أو بآخر، ستواجه سيلا كبيرا من الصواريخ والقذائف التي ستنهكها وستعيدها إلى سيرتها الأولى داخل الحدود الإيرانية، منهكة، مهزومة، منكسرة. تعتقد سيادة العقيد بأن مقتل قاسم سليماني سيؤدي إلى تخفيض عدد الميليشيات باعتبار أن المواجهة ستكون مع الولايات المتحدة على الأراضي العراقية، وبالتالي لابد من سحب هذه الميليشيات من سوريا لمقاتلة القواعد الأمريكية، تعتقد ذلك سيادة العقيد؟ لا تستطيع إيران أن تتخذ هكذا قرار بقتال الوجود الأمريكي في العراق، لأن أي طاقة لهذه الإشارة تكون وبالا وتدميرا لإيران. اليوم المعركة ليست معركة صاروخ، هي معركة إمكانيات عسكرية كبيرة واقتصادية لا تملكها إيران ولا تستطيع الرد عليها. هناك اليوم آلاف القطع الحربية والصواريخ منتشرة في المحيط الهندي وفي بحر العرب وفي الخليج وفي المتوسط وفي أوروبا. كل هذه الصواريخ قد تدمر إيران بشكل كبير، لذلك قبل أن تبدأ أي عملية رد على القواعد الأمريكية ستحسب إيران بأنها مصيرها سيكون على مهب الريح. سيادة العقيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يقول نحن على شفا مواجهة، طبعا في مجلس النواب الأمريكي، يقول نحن على شفا مواجهة مباشرة مرة أخرى في الشرق الأوسط. تعتقد أن المواجهة ستكون فقط يعني استهداف القواعد الأمريكية، أم ستكون هناك حرب كالذي شهدناها عام 2003 ضد العراق؟ بالنسبة للأعمال القتالية عندما تندلع هي كالنار، تبدو بداية
شررا وثم تلتهب وتكون أكبر بكثير. نعم. لأن أي معركة تبدأها إيران ضد أي وجود أمريكي فأتوقع سيكون القصف مركزا على القوى أو القوة الإيرانية التي تمنع وصول أي جهد عسكري إلى مناطق أخرى ستكون ضد المكونات الأساسية لإيران، وهذا سيعني بأن نهاية الحرب تكون قصيرة باستخدام الأجهزة الأمريكية والأسلحة الأمريكية المتطورة وعالية الدقة. هل تؤيد سيادة العقيد ما قالته زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي؟ قالت مقتل سليماني ضربة قاسمة لنظام الملالي في طهران، تعتقد أنها ضربة قاسمة فعليا سيادة العقيد؟ نعم هي ضربة قاسمة، لأن قتل سليماني يعني بأن أمريكا اتخذت قرارا قد ينتقل من هذا الاستهداف لقائد من الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس، قد اتخذت الولايات المتحدة قرارا يعني بأنه ستنتشر هذه الحرب إذا تم الرد بشكل أو بآخر، وأي انتشار لهذه الحرب يعني نهاية إيران بالفعل، لإيران الحالية، إيران الملالي، إيران القم. نعم. أنا أشكرك سيادة العقيد أحمد حمادة الخبير الأمني والعسكري، شكرا جزيلا لكم. أستاذ نظير، في عام 2007 أسس أبو مهدي المهندس ميليشيا حزب الله في العراق. طبعا أبو مهدي المهندس يتقن اللغة الإيرانية بطلاقة، يتكلمها، وأيضا بعد احتلال العراق عام 2003 حصل على الجنسية الإيرانية وعين مستشار لقاسم سليماني، هذا هو التصنيف الرسمي لأبو مهدي المهندس. في عام 2007 كان إلى تكليف من قاسم سليماني، طبعا من نظام الملالي تكليف، وتعرف هاي الدرجات الوظيفية، تم تكليفه بتأسيس ميليشيا حزب الله في العراق في عام 2007. البعض هناك من يتحدث، طبعا هو أبو مهدي المهندس كان أيضا يعني ممن اتهموا بعملية السيارة المفخخة التي ضربت أمير الكويت جابر الأحمد جابر الصباح، يمكن 81 أو 82 كان هو المتهم الرئيس فيها بتدبير هذه السيارة المفخخة. لكن هناك بعض من يتساءل، يعني حتى نحن في خارج الاستوديو ربما تطرقنا إلى هذا الموضوع مع زملاء لنا آخرين، لماذا في هذا التوقيت بالذات يستهدف أبو مهدي المهندس؟ نحن نتحدث عن أبو مهدي المهندس بشكل خاص وليس عن قاسم سليماني. يعني هو في 82 متهم بتدبير يعني سيارة مفخخة ضد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد جابر الصباح، وأسس في 2007 حزب الله في العراق، وأيضا قاد العديد من عمليات يعني الاغتيالات والاختطاف التي تمت خاصة للموجهة من قبل المتظاهرين. ليش صبروا عليه الولايات المتحدة كل هذه المدة؟ أنا لا أسميها هذا الأمر هو صبر عليه، أنه تحملوا وأنهم أصحاب صدر واسع، لا. نعم. هو رجل كان في كثير من أعماله هو يخدم الولايات المتحدة. كما تعلم الولايات المتحدة ليست كما تدعي عن نفسها بأنها هي حامية للديمقراطية وللحريات، إنما هي دولة حال كل الدول تبحث عن مصالحها، وهي على استعداد للتعامل مع أناس إرهابيين لغرض يعني خدمة مصالحها. هذا ما تفعله منذ عشرات السنين في أمريكا اللاتينية. طيب. عندما تدعم عصابات مسلحة ولديها علاقات حتى مع عصابات المخدرات، لذلك هذه الشخصية في فترة ما كان مفيد جدا لتهيئة الأجواء في المنطقة للتدخل الأمريكي. يعني مثلا استهداف أمير الكويت كان هذا دافع لتجنيد الخليج باتجاه الحرب ضد إيران، يعني ضرب الهيئات الدبلوماسية الأمريكية على يد هذا الرجل أيضا ممكن يخدم أجندة سياسية للولايات المتحدة. لكن مقتله أيضا كان مفيد بإعطاء رسالة جديدة للولايات المتحدة بأنها الآن سوف تعمل على تقليم أظافر النظام الإيراني. فكل إجراء أمريكي
في خلفيته هناك نعم. مصلحة أمريكية وليس يعني على اعتبار أنه صبر أو سعة صدر. طيب السيناتور الأمريكي لينسي غراهام يهدد إيران بتدمير مصافي النفط إذا استمرت في مهاجمة أمريكا وحلفائها. بلومبرغ تقول ارتفاع أسعار النفط 4% بعد الضربات الأمريكية التي قتلت سليماني والمهندس. تعتقد أن إيران ستتجه إلى ليس فقط القواعد الأمريكية في المنطقة ولكن ربما ستتجه إلى حرق آبار نفط مثلا؟ لا أظن ذلك ولن تصل إلى هذه المرحلة. يعني إذا كنت تشير إلى موضوع ضربة أرامكو فهي كانت عبارة عن رسائل متبادلة ما بين الإيرانيين والأمريكان، لكن وحتى ارتفاع النفط في اليوم ما هو إلا انعكاس على الأخبار القوية التي حدثت صباح هذا اليوم. لذلك أنا لا أتوقع أن هناك أمر ممكن يحدث على أسواق النفط. وحتى تصريحات سيناتور بأنه من الممكن استهداف الولايات المتحدة لآبار نفطية في إيران هذا غير ممكن تماما. الولايات المتحدة لا تستهدف آبار نفط، صحيح هي تريد أن تحجم إيران وتحاصرها اقتصاديا، لكن آبار النفط خط أحمر لا تستهدفها كما فعلت في العراق في احتلال العراق. السفارة الوحيدة التي حمتها الولايات المتحدة والجيش الأمريكي هي وزارة النفط لأهمية هذا الأمر ليس فقط الولايات المتحدة إنما للعالم أجمع. لذلك عندما كنا نشير إلى المتظاهرين بأنه يقطعوا الطريق على آبار النفط لكي يرتفع سعر النفط لكي يتدخل المجتمع الدولي نصف المتظاهرين، لم نقل هذا اعتباطا لأن نعلم أن النفط يعني قوة اقتصادية عظمى بالنسبة لكل دول العالم. طيب ننتقل إلى صيدا من هناك، الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. أستاذ حسان مرحبا بكم. أهلا بكم. أستاذ حسان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يقول في تصريح له إن مقتل سليماني فرصة للعراق لرسم مستقبله بعيدا عن سيطرة إيران. إلى أي مدى تتفق مع ما طرحه رئيس لجنة العلاقات؟ في الواقع أن دور قاسم سليماني كان يمتد على الساحة العربية بكاملها من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن وكافة الدول العربية. هو كان مسؤول عن هذا الملف، عن إشغال الدول العربية في صراعات داخلية، عن مد الهيمنة الإيرانية على هذه المنطقة وجعلها في حالة قلق وصراعات داخلية، وإعطاء إيران الفرصة لتطوير قدراتها العسكرية والاقتصادية ولاحقا للهيمنة على المنطقة بطريقة أو بأخرى. لذلك ومقتل قاسم سليماني يعيق هذا المشروع الإيراني ويعطي فرصة فعلا كما قال المسؤول الأمريكي للمنطقة لكي تلتقط أنفاسها، لأن هذه الأدوات التي اعتادت على التوجيهات الإيرانية وعلى الإرشادات الإيرانية وعلى الخضوع لطلبات قاسم سليماني وأمره سوف تجد نفسها الآن في حالة ضياع ولو محدودة لإعادة التقاط أنفاسها وإعادة النظر بدورها وكيف يمكن أن يكون هناك رد على الولايات المتحدة أو عدم الرد، لأن الرد على الولايات المتحدة يدخل المنطقة في حرب واسعة. طيب. وعدم الرد يجعلها ضعيفة وعرضة للانتقاد في الداخل كما يضعف قبضتها على العراق ولبنان وكافة دول المنطقة، لأن القوى المعادية لها أو المعارضة لها سوف تشعر أن هذه القوى القوة الإيرانية أو المؤيدة لها بدأت تضعف أمام الضربات الأمريكية وأمام السطوة الأمريكية التي برزت الليلة بهذه الضربة الكبيرة حقيقة والتي لم يكن أحد يتوقعها في هذا الوقت. أستاذ حسان، لماذا لم نكن نتوقع هذه الضربة القاسمة لظهر إيران في المنطقة؟ لماذا لم نكن نتوقع خاصة يعني كما ذكرت قبل قليل بأنه يعني أبو مهدي المهندس هو المتورط في عملية تفجير السيارة المفخخة على أمير الكويت في ثمانينات القرن الماضي، هو الذي أسس حزب الله في العراق، هو الذي قام بالعديد من الانتهاكات وأيضا القتل والاغتيال والاختطاف خاصة في العراق. لماذا لم نتوقع أن يستهدف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ في الحقيقة أن هناك غرفة عمليات واحدة تدير العمليات الإيرانية وأدواتها في المنطقة وهي من طهران ويقودها قاسم سليماني وليس أبو مهدي المهندس أو غيره أو حتى حسن نصر الله في لبنان. الإدارة واحدة والتوجيهات واحدة، ولذلك نرى التصعيد يتوازى ويعني يسير بطريقة متوازية سواء في لبنان أو في غيره من الدول التي لإيران أدوات فيها.
الموقف الأمريكي خلال الفترة الأخيرة كان فيه شيء من الضبابية. مثلا بعد إسقاط الطائرة الأمريكية من قبل إيران هي بدون طيار، لم ترد الولايات المتحدة مباشرة، فاعتبرت رسالة ضعف أو أن الولايات المتحدة لا ترغب في خوض معركة عسكرية مفتوحة مع إيران. أضف إلى ذلك أن التحليل الإيراني كان قائما على أن الولايات المتحدة الآن تدخل في حملة انتخابات رئاسية، وهناك مشاكل كثيرة يعاني منها ترامب الآن أمام الكونغرس الأمريكي من حيث عزله أو عدم عزله واتهامه. إذن هناك كان قراءة أن هناك فعلا عقبات أمام الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرار استراتيجي على هذا المستوى قد يؤدي بالمنطقة إلى حرب مفتوحة. فلذلك كان التصور أن هناك محاولات لضربات محدودة، ممكن ضربات خفيفة لا ترقى إلى مستوى أن تفتح صراع سلح أو حرب مفتوحة في المنطقة تستهدف إيران وحتى القوى المؤيدة لإيران. حتى الضربة التي جرت في العراق منذ أيام قبل هذه الضربة والتي استهدفت مواقع حزب الله العراقي كانت تستهدف موقعا معينا أو مواقع معينة دون لا يوجد فيها مسؤولين كبار. لذلك ما قامت الولايات المتحدة الآن يناقض كافة القراءات السابقة ويأخذ المنطقة إلى مرحلة جديدة فعلا كليا، وعلى الجميع أن يعيد قراءة مواقفه وأن يرى فعلا إلى أين سوف تذهب المنطقة من حيث الصراعات إلى أين. وهذا يدل أيضا على أن إيران بدأت مرحلة الانكفاء، لأن سقوط هذه القيادات معناها أنها أصبحت موضع استهداف أمريكي حقيقي، وأن الدور الإيراني في المنطقة بدأ يخبو، وأن قدرات العراق واقتصاد العراق لن يكون بمتناول إيران في المستقبل والذي كانت تسعى فعلا لوضع يدها عليه والاستفادة منه لصالحها وتنمية مواردها وقدراتها. أستاذ حسان، كما تعرف بأن قاسم سليماني هو العقل المدبر وأيضا المسيطر على كل الميليشيات الموجودة في المنطقة العربية، هنا سؤالي عن حزب الله اللبناني حسن نصر الله، هل سيدخل على خط التهديد والوعيد للمصالح الأمريكية والإسرائيلية بعد مقتل سليماني؟ التهديدات مجرد كلمات وعبارات تطلق لإرضاء الجمهور، لكن هل هناك قدرة إيرانية على اتخاذ قرار بفتح حرب شاملة مع إسرائيل والولايات المتحدة والدول المؤيدة؟ هناك مشكلة حقيقية. منذ بعض الوقت حتى أصدر حزب الله بيانا نعى فيه سليماني ولم ينعي أحد من قادته. إذن هناك فعلا حالة ضياع يعيشها حزب الله، لا يدري ماذا يفعل، هل يقوم بإصدار موقف حازم فيه تهديد أو فيه إصدار يعني قرار باتخاذ يعني قرار مصيري بدخول حرب أو رد فعل. حتى الآن هناك إرباك واضح في إعلام حزب الله وفي القوى وحتى القوى المؤيدة لحزب الله نراها مربكة ولا تدري ماذا تقول. الضربة قوية جدا ومربكة، بحيث أن حزب الله الآن ينتظر الإرشادات الإيرانية، ولا بد من الانتظار أيام الثلاثة التي قال عنها خامنئي وهي الجنازات ومن ثم التعزية حتى تتخذ الإدارة الإيرانية قرارها، ومن ثم ممكن أن نبني على هذا موقف حزب الله وإلى أين سوف يذهب حزب الله بقراراته، خاصة أن لبنان يعيش أزمة سياسية حقيقية وأزمة اقتصادية خانقة، ونحن على مشارف انهيار اقتصادي ولسنا على مشارف نمو واستقرار فعلا في لبنان، وهذا لا ينقصنا حرب أو حتى صراعات مسلحة. أستاذ حسان، دائما يعني نسمع في وسائل الإعلام عن هناك خلايا نائمة خاصة في منطقة الخليج ربما تكون يعني تحركها نظام الملالي في طهران، تعتقد أن إيران ستحرك هذه الخلايا النائمة لضرب المصالح الأمريكية في المنطقة؟ هل ستوسع من عملية المواجهة المسلحة مع إيران مع الولايات المتحدة؟ لا يمكن حذف هذا الاحتمال من الحساب، لابد دائما اتخاذ كافة الاحتياطات، لأن إيران قد تحرك فعلا هذه الخلايا النائمة وهي حقيقة جهزتها وحضرتها لأيام مثل هذه. ولكن الآن القرار الأمريكي كان واضحا بأن أي رد فعل إيراني سوف يواجه بضربة قاسية وقاسمة وقد تستهدف مؤسسات إيرانية سواء كانت اقتصادية أو عسكرية. لذلك على القيادة الإيرانية الآن أن تعيد النظر بقدراتها العسكرية أولا، وثانيا أنها تعاني من اقتصاد منهار. بالأمس قال روحاني أن إيران خسرت 200 مليار دولار نتيجة العقوبات، ومن ثم قاموا بتمرير خبر أن هناك إيران استطاعت الحصول على ما يوازي 70 مليار دولار رغم العقوبات. إذا هناك أزمة اقتصادية، ومن يدخل الحرب عليها أن يكون قادرا على تمويلها وعلى تمويل شعبه وتأمين كافة مستلزماته وحتى الأدوات أيضا، الأدوات التي منتشرة في العراق ولبنان وغيره.
فإذا هناك أزمة حقيقية تواجه القيادة الإيرانية في إدارة الخلايا النائمة وتحضيرها لقيام برد فعل، ولكن كما قلت قبل قليل لا يمكن إلغاء هذا الاحتمال من الحسبان، لأن هذا النظام الإيراني لا يقوم إلا على الإرهاب ولا يستطيع أن ينمو إلا على القيام بممارسات إما خطف وإما قتل وإما اغتيال وإما تفجير. هذه سياسته منذ نشأ عام 2019. أستاذ حسان، هذه الضربة هل هي موجهة إلى وكلاء إيران في المنطقة أم موجهة إلى إيران تحديدا؟ يعني هل تريد أن تؤدب الميليشيات أم أنها تريد أن تظهر عضلات، يعني الولايات المتحدة تظهر عضلاتها إلى إيران بأننا قادرون على استهداف أي شيء ومتى شئنا؟ تعتقد ذلك أستاذ حسان؟ الاعتداء الذي جرى في العراق من قبل الأدوات الإيرانية على السفارة الأمريكية كان يستهدف الطلب من أمريكا الخروج من بغداد، الخروج من العراق برمته. فإذا الرد كان الأمريكي كان على إيران وليس على أدواتها في المنطقة ولا على ميليشياتها. ولكن مجرد قتل قاسم سليماني هذا يعني أن القيادة الإيرانية المعنية بكافة هذه الميليشيات والأدوات الإيرانية في المنطقة أصبحت في حالة ضياع، وهي تفتقد للرأس المدبر والقيادة التي كانت تقوم بإدارتها. وما يدل على ذلك هو خروج سليماني من بيروت إلى بغداد ويرافقه عدد من القيادات اللبنانية وغير اللبنانية. وقالت الولايات المتحدة أن لديها معلومات تقول بأنهم كانوا يحضرون للاعتداء على دبلوماسيين أمريكيين وغيرهم. فإذا الرسالة هي لإيران نفسها، للقيادة الإيرانية نفسها، وبالتالي على الميليشيات المؤيدة أن تأخذ هذا بالحسبان، وهي فعلا أضعف من أن تكون قادرة على مواجهة الولايات المتحدة إذا كانت إيران الآن تعيد النظر بسياساتها وإمكانية الرد من عدمه في هذه المرحلة. أستاذ حسان، يعني أستثمر وجودك معنا، ولكن في تصريح لعلي خامنئي يقول على الولايات المتحدة أن تنتظر انتقاما شديدا ردا على اغتيال سليماني، أيضا محسن رضائي وهو أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام يقول سننتقم بشدة من واشنطن. كيف تتوقع الرد الإيراني أستاذ حسان إذا كان هناك طبعا رد إيراني؟ إيران طوال الفترة الماضية كانت تقوم بعمليات ضد المصالح الغربية وضد المصالح العربية أيضا كضربة أرامكو مثلا، ولكن بطريقة مدروسة بحيث لا تؤدي إلى نشوب حرب شاملة. ولكن الواقع الآن اختلف، أي رد إيراني سواء كان عبر ميليشيات مؤيدة أو عبر خلايا نائمة سوف يستدعي ردا قاسيا وقد يؤدي إلى حرب شاملة. إذا نظرنا إلى المنطقة الآن نرى 3 حملات طائرات أمريكية، نرى أسطولا أمريكيا ضخما في المنطقة، نرى انتشار للجنود الأمريكيين في مختلف دول المنطقة، ونرى نشر لأسراب من الطيران الأمريكي في المنطقة. إذا المنطقة على استعداد كامل، هذه من الناحية العسكرية. أما الناحية الاقتصادية فهي المنطقة الآن مقبلة على إنتاج غاز ونفط في المنطقة، وإيران عينها على حصة من هذا النفط والغاز في المنطقة وخاصة في البحر المتوسط. الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بوضع يدها أو بالوصول أو الحصول على الاستثمار في هذا النفط والغاز الذي سوف يغذي أوروبا ودول المنطقة. إذن الصراع عناوينه كبيرة، الأهداف استراتيجية، وإيران لا تملك القدرة على مواجهة الولايات المتحدة، ولكنها فعلا دائما ما تقوم بممارسات غادرة وممارسات تستهدف الإيذاء والقتل وكما قلت قبل قليل من اغتيال وتفجير. لذلك كل شيء متوقع من النظام الإيراني، ولكن عليه أيضا في المقابل أن يتوقع ردا كبيرا جدا، لأن هذه الإدارة يبدو أنها مختلفة تماما عن سابقاتها. أستاذ حسان، بسؤالي الأخير، بعد مقتل سليماني هل يمكن أن نقول أو أن نفهم أن الولايات المتحدة عادت لتمسك زمام المنطقة بعد أن كانت تقودها إيران؟ هل رجعت السيطرة والهيمنة للحضن الأمريكي، وبالتالي فإن انفراط عقد إيران في المنطقة من خلال استهداف قادتها قد لا يؤهلها في المستقبل لقيادة المنطقة مرة أخرى عن طريق نفوذها في المنطقة؟ لو تسمح لي توضيح فقط بسيط. نعم. الولايات المتحدة لم تترك الساحة لإيران، بل استخدمت إيران لضرب كافة الحركات الثورية والمنتفضة على أنظمتها الفاسدة مثل سوريا والعراق وغيرها. أمريكا الولايات المتحدة استخدمت إيران لضرب الانتفاضة السورية، لضرب الانتفاضات في المنطقة، واستخدمت المال الإيراني والدم الإيراني والميليشيات الإيرانية والمؤيدين لها. وعندما انتهى وانهارت هذه الحركات الثورية والحركات المنتفضة جاء دور إيران الآن، انتهى دور إيران، وبالتالي لابد لها من الانكفاء للداخل. وإذا راجعنا الشروط الأمريكية التي طلبت
من إيران الالتزام بها، وهي قائمة على ثلاثة أسس: وقف البرنامج النووي الإيراني، وقف البرنامج الصاروخي الإيراني، ووقف دعم الحركات الإرهابية، ومقصود هنا حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين. إذن الولايات المتحدة اعتبرت أن دور هذه الميليشيات انتهى بعد أن غزت سوريا وشردت الشعب السوري وقتلت ما قتلت من الشعب السوري، وكذلك العراقي، تم تشريد مدن عراقية وقرى عراقية، فبالتالي انتهى الدور الإيراني في المنطقة، والولايات المتحدة لم تدفع قرشا واحدا في هذه المواجهات، بالعكس كانت إيران تمول مستندة إلى أن التوجه الأمريكي هو التخلي عن المنطقة، وهذا ما كان يقوله الإيرانيون باستمرار. نعم. أن الولايات المتحدة تخلت وانهزمت وخرجت، والآن هي عادت إلى المنطقة. إذن لم تكن عملية خروج ودخول، بل كانت عملية استغلال حقيقي من الولايات المتحدة للجشع الإيراني وللحقد الإيراني على الأمة الإسلامية وعلى الأمة العربية. نشكرك من صيدا الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. أستاذ نظير، تطهير العراق من الميليشيات الموالية لإيران، وهي طبعا من هي تسير وتحكم المشهد السياسي والاقتصادي وحتى الأمني في العراق، تعتقد أصبحت حاجة ملحة لخلاص العراق من هذه الميليشيات؟ خلص بأنه الفترة الزمنية التي سيطرت عليها الميليشيات على العراق، الميليشيات على العراق أصبحت يعني فترة طويلة، ولا بد من عملية التخلص من هذه الميليشيات. هل موضوع تطهير العراق من الميليشيات أصبح ضرورة ملحة في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني هو ليس ضرورة الآن، إنما ضرورة في كل وقت. لا. يعني لا توجد دولة تحترم نفسها وتعتقد أنها هي دولة ديمقراطية يمكن أن تسمح لجماعات مسلحة خارج عن القانون تحمل السلاح وتنفذ أجندة لدولة أخرى وتقول انه يعني انه نعيش في دولة طبيعية. لا، هذا الامر غير طبيعي، ان يكون هناك سلاح ضمن خارج يعني خارج نطاق الدولة. يفترض ان يحتكر السلاح بايدي القوات المسلحة التابعة للدولة. لذلك هي وجود الميليشيات لم يكن يعني ضروري في البدء ولحد الآن، والآن يعني بعد أن كان هناك طلبات متكررة من الولايات المتحدة للحكومة العراقية بمحاولة إيجاد حل للتعامل مع هذه الميليشيات، إما من خلال دمجها بالقوات المسلحة أو من خلال تسريحها، لكن لم تلقى استجابة يعني عراقية، وطبعا هذا بتأثير إيراني، لذلك بقيت هذه الميليشيات. الآن جاء الدور للولايات المتحدة للتعامل مع هذه الميليشيات بشكل مباشر، وأنا أتوقع أن الأمر ليس من الصعوبة على الولايات المتحدة لتفكيك هذه الميليشيات. كما قلت لك أن هذه الضربات النوعية والقوية ستكون رادع لهذه الميليشيات، وستجد كثير من عناصرها يتركون هذه الميليشيات ويذهبون إلى بيوتهم. الآن الخبر الذي أسمعه على لسان خطيب طهران يقول إنه سقط في هذه الضربة 25 قتيل. نعم. فهي ضربة قوية وليست بسيطة، سيجعل هناك هزة حقيقية لأفراد هؤلاء الميليشيات. لذلك أنا أتوقع منذ اليوم ولاحقا سيكون هناك تسرب لعناصر هذه الميليشيات والتخلي عن عن هذه الميليشيات. طيب. وأنا يعني حقيقة من هذا منبركم أنا أوجه ندائي إلى عناصر هذه الميليشيات التي جاءت من أجل لقمة الخبز، الذي جاءوا من أجل الراتب، أن يتركوا الآن هذا الوقت المناسب لترك هذه الميليشيات، وإلا ربما سيغامرون بحياتهم ويغامرون بمستقبلهم لاحقا. طيب، أستقبل ضيفي وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات. أستاذ وائل مرحبا بكم. أهلا، تحياتي لكم، حياكم الله. أهلا بك أستاذ وائل. كيف تابعتم عملية استهداف ومقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في العراق؟ طبعا منذ الصباح نتابع الأخبار عن كثب. من المؤكد أن عدد القتلى حتى الآن في هذه العملية الأمنية عالية المستوى الأمريكية هو 8 قتلى. نعم. قياديون من الصف الأول التابعون لأذرع إيران في المنطقة تم التأكد من قتلهم. القتل تم بطائرة AH-64 أباتشي. نعم. صاروخ هيل فاير. وبعد الاستهداف تم فتح الرشاشات
على المكان، مكان الاستهداف، وهو قرب أو على بوابة مطار بغداد. طبعا الطائرة التي أقلت قاسم سليماني جاءت بداية من بيروت إلى دمشق، غابت عن رادار الجي بي إس في دمشق لعدة ساعات، ثم تابعت طريقها إلى بغداد. هذه العملية سيدي هي عملية أمنية واسعة يبدأ بها ترامب حملته الانتخابية بإنجاز كبير جدا. هو يتوعد دائما بإرغام إيران واستهداف أذرع إيران في المنطقة، كما أكثر من مرة صرح ترامب أنه لا يريد إسقاط النظام في إيران ولا يريد دخول في مواجهة مباشرة مع إيران، لكن يريد الحد من نفوذها المتزايد وتحقيق أمن المنطقة بشكل رئيسي هو أمن إسرائيل. طبعا نتنياهو صرح أن هذه العملية قد أبلغ عنها قبل أيام وتم نقاشها على مستوى مؤسسات الأمن الإسرائيلية، منتظرا يكون هناك ربما استهدافات أخرى، لا سيما أن المارينز ما زالوا منتشرين في المنطقة الخضراء، منتشرين في مطار بغداد، يقطعون بعض الطرق. ممكن أن يكون هناك استهداف لمقرات للحشد الشعبي ولبعض الأهداف الأخرى الإيرانية. كما قلت لك تأتي في جملة العمليات الأمنية عالية المستوى للولايات المتحدة الأمريكية لضمان أمن المنطقة عامة. الموضوع متصل بشكل كبير جدا بالملف السوري، متصل بالملف العراقي، متصل بالملف الخليجي. وترامب يعني اليوم يبدأ 2020 بسجل بهدف كبير جدا بعد الهدف الأول الذي حققه بقتل البغدادي أيضا. نعم أستاذ وائل، حملة ترامب الانتخابية أنت قلت بأنه هذه من ضمن ما قامت به الولايات المتحدة في عملية قتل لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية تقول بأن سليماني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في المنطقة. إذن هناك ترتيب معين من قبل إيران على استهداف الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في المنطقة، ولكن لماذا في هذا التوقيت تحديدا تم استهداف سليماني وأبو مهدي المهندس، خاصة وهناك خبر عاجل يتحدث خطيب الجمعة في طهران أحمد خاتمي يقول الضربة الأمريكية قتلت 25 شخصا وهذا اعتداء واضح على السيادة العراقية، والخبر هو من وكالة يقين للأنباء. تفضل أستاذ المؤكد. نعم المؤكد حتى الآن أن عدد القتلى 8، عرف منهم سليماني والمهندس والكوثري وصهر عماد مغنية عبد الله سالم أو سمير عبد الله. هناك أنباء يعني تأتي بدقة عن القتلى وعن مهامهم. المناسبة ترامب استغل الهجوم على السفارة الأمريكية، وهذا انتهاك في النهاية للأمن الأمريكي، الأمن القومي الأمريكي. البنتاغون واضح تماما منذ اللحظة الأولى أنه مؤيد بشكل كامل للعملية العسكرية أو الأمنية، في حين أن الديمقراطيين وجدوها أيضا فرصة للتهويل من مخاطر هذه العملية ومن التصعيد. طبعا نحن نعلم أن التيار الديمقراطي لا يريد الدخول في مواجهات مع إيران، بل يريد العودة إلى اتفاق أوباما وإلى تمكين إيران في المنطقة بشكل كما يقولون هم أنه آمن. ترامب يستغل الآن الفرصة بالأحداث الأخيرة ورشح معلومات عن الإدارة الأمريكية أن سليماني كان في جولته في بيروت ودمشق مع المجموعة التي قتلت معه لتنفيذ أهداف أخرى تستهدف أهداف أمريكية في المنطقة وخاصة في العراق. في النهاية بصرف النظر عن السبب المباشر أو عن المناسبة الآنية، هناك توجه أمريكي بإدارة ترامب لإرغام إيران من خلال العقوبات الاقتصادية، من خلال التضييق، من خلال الحصار السياسي والاقتصادي، وأيضا استهداف مباشر
للكثير من الأذرع الإيرانية والنفوذ الإيراني الممتد خاصة في سوريا، ذلك بتنسيق كامل مع الكيان الإسرائيلي. الضرب الأذرع الإيرانية في سوريا ليس الهدف منه إخراج إيران من سوريا، لكن الهدف منه هو الحد من نفوذها، يعني إعادة رسم للنفوذ المسموح به ضمن سوريا. وأيضا المظاهرات العراقية وما يحدث في العراق هو فرصة أيضا لإعادة رسم النفوذ الإيراني في العراق. طيب أستاذ وائل، تعتقد أن هذه الضربة هي رسالة مفادها أنه لابد من القضاء والانتهاء من الميليشيات في المنطقة، أم تراها أنها ضربة تأديبية للميليشيات؟ أي الرأيين ترجح؟ أنا أرجح أنها ضربة تأديبية، هي رسالة مباشرة طبعا أن الحد الأكبر من المسموح به والذي كان يمارسه بنشاط قاسم سليماني لم يعد متقبلا لدى الولايات المتحدة الأمريكية. نفوذ إيران خارج حدودها تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضبطه بما يناسب أمنها القومي ويناسب سياستها في المنطقة عموما، لذلك جاءت هذه الرسالة للحد من هذا النشاط المهدد لبعض المصالح الأمريكية إن كان في العراق أو إن كان في سوريا حتى. أستاذ وائل، هل أن أمريكا بضربتها هذه تريد أن ترمم سمعتها في المنطقة، خاصة نحن نتحدث عن المنطقة التي تضم ميليشيات، هل تريد أن تحسن من سمعتها داخل المجتمع الدولي بأنها هي التي تقود العمليات العسكرية ضد الميليشيات المنفلتة، وأيضا بالتالي هي ترد بذلك على التغلغل والنفوذ الإيراني في المنطقة؟ يعني أدق من عبارة أن تحسن الولايات المتحدة من سمعتها، نعم. قلت إنها بداية الحملة الانتخابية لترامب، ترامب لديه استحقاق انتخابي هذا العام، قبل أسابيع قليلة أحرز هدف كبير جدا بقتل البغدادي. البغدادي هو رأس قوى التطرف والإرهاب في العالم كله، نعم. هو هدف أضافه ترامب إلى سجله، إلى حملته الانتخابية التي سيبدأها. أيضا الآن النفوذ الإيراني الذي منذ البداية كانت معلنة سياسة ترامب بعكس سياسة أوباما بالنسبة لإيران والخروج من الاتفاق النووي ثم تهديد المصالح الإيرانية وحصارها وتضييق الخناق عليها. في النهاية العملية العسكرية هذه سترضي بشكل كبير جدا الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، على وجه الخصوص الكيان الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص أيضا الخليج العربي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية. ونحن نذكر أن هناك عمليات عسكرية طالت أهداف استراتيجية حيوية في المملكة العربية السعودية. أستاذ وائل، في تصريح لمارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي يقول نحن على استعداد للقيام بما هو ضروري للدفاع عن موظفينا ومصالحنا وشركائنا في المنطقة، يقول أيضا لقد تغيرت قواعد اللعبة، ما الذي نفهم من هذا التصريح تغيرت قواعد اللعبة؟ أنا أقرأ هذا التصريح ثم تصريح آخر لوزير الدفاع الأمريكي يقول فيه إن هذه العملية هي صافرة البداية، وأيضا أرصد منذ الصباح تحرك لبوارج حربية ولطيران حربي من الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه مطارات في الكويت ومطارات أخرى في المنطقة عموما. نعم هناك تحرك عسكري كبير، وقلت لك هناك احتمال كبير جدا لأن تكون هناك استهدافات أخرى للمناطق أو لأهداف تسيطر عليها الأذرع الإيرانية والنفوذ الإيراني في العراق، وممكن أن تكون في شرق سوريا أيضا. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا للأستاذ وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات، شكرا جزيلا لكم. أستاذ نظير، عملية استهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، تريد الولايات المتحدة أن ترمم من وضعيتها، خاصة يعني بعد أن تغلغل النفوذ الإيراني داخل منطقة الخليج العربي بشكل واضح وصريح، وبالتالي هي تريد أن تقوم بهز عرش نظام الملالي من خلال هذه الضربات،
أم تراها أنها تكون ربما يعني أن الضربة تمثل للولايات المتحدة ما يشبه بجس نبض المنطقة؟ هل هي الاستعداد على خوض حرب جديدة في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني أنا لا أظن أنه هاي الضربة هي عبارة عن بالون اختبار بالنسبة للولايات المتحدة لترى ردود الأفعال، لأن لا. لديها من المؤسسات من ترصد ردود الأفعال المتوقعة بدرجة عالية من الدقة. نعم. لكن كما قلت يعني هي هذه الضربة ربما أحد أهدافها إعادة اعتبار الولايات المتحدة في المنطقة، وكذلك إعادة الثقة للدول المتحالفة معها، وأقصد دول الخليج، وإعادة الثقة لهذه العلاقة. تحسن صورتها يعني مثلا؟ نعم نعم، لأنه تعرضت صورة الولايات المتحدة في المنطقة إلى يعني تأثر كبير، بحيث أنه وصل إلى مرحلة يعني نحن نتحدث عن أوباما، حتى في عهد ترامب عندما أسقطت الطائرة المسيرة، الطائرة الأمريكية المسيرة من قبل نعم إيران، نعم، لم يكن هناك رد فعل أمريكي حقيقي، وهذا أدى إلى امتعاض في قادة الخليج حول هذا الموقف، وبدأوا يعني كثير من الدول الخليج تبحث عن حلفاء جدد آخرين، يعني نعم بعضهم اتجه إلى روسيا وبعضهم إلى الصين. لماذا؟ لأنهم يعتقدون بأن الولايات المتحدة في عهد ترامب هي دولة غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها. لكن هذا التطور البراغماتي يعني حقيقة أدى يعني لتغيير، كما قال ضيفك، إلى تغيير قواعد اللعبة. أصبح الآن هناك مبادرة، يعني شنو اللي افتهمته من مصطلح لمارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي يقول لقد تغيرت قواعد اللعبة؟ يعني بمعنى يعني معناها أنه كان فعلا الولايات المتحدة لا تفعل شيء إزاء التوغل الإيراني في المنطقة، وردود أفعالها سلبية كانت، وهي الآن تحاول أن تطوي هذه الصفحة والبدء بشيء جديد، وكما وصفه هو بأنه هذه الضربة هي صفارة الانطلاق، بمعنى أن هناك ضربات متلاحقة قادمة. أنا أتوقع أن هذه الضربات ربما لن تكون في كل المنطقة، إنما ستتركز في موضوع العراق. لنتفق يعني أخي الكريم أن العراق حجر أساس في هذا البنيان الذي بنته إيران، فإذا ما سقط هذا الحجر ربما ينهار كل هذا البنيان الذي بنته من يعني الهلال الشيعي وسيطرتنا على 4 دول. ولماذا؟ لأن العراق يشكل دولة مهمة جدا لإيران، كونها دولة مجاورة لذلك التواصل معها سهل جدا، كذلك العراق هو مصدر مالي كبير وهو النافذة الاقتصادية لإيران للتغلب على العقوبات، وأيضا هي المصدر البشري لتمويل ميليشياتها بالعناصر والتجنيد لميليشياتها من خلال الشباب العراقيين، وهذا يعني دولة مهمة ومحورية بالنسبة لإيران. فإذا ما سقطت هذه الورقة التي بيد إيران وتغير توجه النظام العراقي من نظام موالي وفاقد للسيادة باتجاه إيران إلى نظام آخر ذو سيادة يعني محكوم من قبل مواطنيه بشكل مستقل، هذا سيوجه ضربة كبرى بالنسبة للبنيان الذي تقوم فيه الولايات المتحدة. وبالتالي الولايات المتحدة نعتقد أنها ستركز مستقبلا ضرباتها ومحاولة مكافحة أذناب إيران بالتحديد في العراق، وليس مثلا في سوريا في مناطق أخرى لا يوجد ربما في وقت لاحق. نعم. وربما لا تحتاج لذلك إذا ما استطاعت أن تخلص العراق من براثن أو مخالب اليد الإيرانية، لا تحتاج أن تكافح أذناب إيران في سوريا وفي اليمن أو غير دول، لأنها ستسقط لا محالها بشكل أوتوماتيكي، لأنه لا تجد في حينها إيران لديها القدرة على تمويل تلك الميليشيات سواء في سوريا أو اليمن أو حتى في لبنان. طيب أستاذ نظير، المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة، نحن الأخبار تصلنا يعني تباعا، حتى هذه اللحظة لم نفهم موقف المجتمع الدولي وحتى الاتحاد الأوروبي. تعتقد أن المجتمع الدولي سيصطف مع
الولايات المتحدة ضد النفوذ الإيراني وضد يعني الهيمنة الإيرانية في المنطقة؟ يعني أنا ما أرى بالنسبة لترامب وإدارته لا تعير اهتماما كبيرا إلى المجتمع الدولي بالذات إلى الموقف الأوروبي، وبالنسبة للموقف الروسي فهي دولة منافسة لا تهتم لآرائها. فأنا أقول إن مهما كانت ردود أفعال الاتحاد الأوروبي حول الضربة هذه أو ما ستأتي من ضربات لن يحيد من سياسة الولايات المتحدة بالاتجاه الذي هي تريد أن تمضي فيه. لذلك يعني ما هو الوزن السياسي يعني لتصريحات أو ردود أفعال أوروبية؟ يعني نحن نستذكر أن الاتحاد الأوروبي حينما ترامب ألغى الاتفاقية النووية مع إيران كان ممتعض جدا وكان يدعم علانية بأنه باقي على هذه الاتفاقية وأنه سيدعم إيران، لكن بالمحصلة نجد أن الاتحاد الأوروبي لم يستطيع أن يدعم إيران وتغيرت مواقفه حاليا. يعني بس ترامب بحاجة في هذا الظرف تحديدا إلى ربما تعضيد من المجتمع الدولي ومن الاتحاد الأوروبي، تعتقد ذلك؟ نعم، تعودنا على الولايات المتحدة حينما تدخل في أي حرب أو صراع هي تحاول أن تعمل تحالف لهذا الشيء بالضبط. لكن في قضية ترامب هو دخل في أكثر من صراع ليس عسكري إنما اقتصادي، دخلها مفردا واستطاع تحقيق يعني هو ما يعتقده أنه انتصار اقتصادي بالنسبة له. أما في هذه القضية نحن يعني نعتقد بأن هناك مواقف الاتحاد الأوروبي ليست مخالفة للولايات المتحدة بشكل كبير، فالموقف البريطاني الموقف الفرنسي تغير بشكل كبير اتجاه إيران، ولربما يعني الولايات المتحدة تجد دعما من تلك الدولتين ولربما دول أخرى تنضم لها كألمانيا وغيرها من الدول، بالرغم من أن الولايات المتحدة لا تحتاج كثيرا لهذا الدعم إنما فقط لموضوع الشرعية. لكن أنا أقول لو وصلت الولايات المتحدة إلى مرحلة باستخدام عقوبات ذو صبغة دولية وليست أمريكية فيما يخص العراق، فيما يخص العملية السياسية العراقية، لربما تحاول الولايات المتحدة يعني إرجاع العراق تحت البند السابع ليتسنى لها القيام بالتغييرات المطلوبة التي تريدها. هذا أيضا تحتاج فيها دعم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. لربما تحتاج إلى فرض عقوبات أقوى على النظام الإيراني، ربما تحتاج إلى الدول الدائمية العضوية في مجلس الأمن. أما في غير تلك الحالات فالولايات المتحدة لا تعير اهتماما لمواقف الدول الأخرى. أستاذ نظير، مسألة ضرب أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني تم بالقرب من مطار بغداد، تعتقد هذا انتهاك للسيادة العراقية؟ وين هي السيادة؟ يعني لا توجد، يعني لنكن واقعين يعني نحن لا مو يعني دولة أجنبية يعني قامت بمسألة بغض النظر عن الشخصيات، قامت بضرب ضيوف للعراق، قاسم سليماني ضيف على العراق وليس بعراقي، يعني هكذا يرون هم هاي جملة تهكمية. نعم. وبالتالي يعني قامت بقصفه وقتله، أين السيادة العراقية في ذلك؟ يعني وفقا للمعاهدة المبرمة ما بين جمهورية العراق والولايات المتحدة فمن يعني هذه المعاهدة تبيح للقوات الأمريكية دفاعا وصيانة للعراق من أن تضرب أهداف إرهابية كداعش وغيرها، وحتى يعني قاسم السليماني كونه أنه مدرج ضمن قوائم الإرهاب. أما يعني موضوع انتهاك السيادة فيا أخي الكريم يعني نكون واقعين أكثر، العراق منتهك السيادة منذ 2003 ولحد الآن. وخروج القوات الأمريكية لا يعني أن العراق قد تخلص من الاحتلال الأمريكي تماما، ما زال لحد الآن القوات الأمريكية متواجدة في العراق وما يعني ما زال هناك هامش من التأثير السياسي الأمريكي في العراق بالرغم من توغل النفوذ الإيراني، لكن ما زال. والآن ربما سنشهد صفحة جديدة بنكوص النفوذ الإيراني وارتفاع النفوذ الأمريكي في العراق. أنا أقول يعني ممكن مثلا أكثر في المستقبل المنظور مثلا نشوف سيطرات أمريكية في الشارع مثل ما صار بعد 2003. لا تحتاج ذلك، يعني الولايات المتحدة الآن لا تحتاج لهذا المستوى الذي كان في 2003 و4 و2005.
الآن لا تحتاج إلى هذه الجهود، بل هي لا تحتاج إلى قوات أكثر من المتواجدة حاليا في العراق. نعم. أنا أقول لنكون أكثر صراحة ونتكلم مع الشعب العراقي بشكل أكثر صراحة وبشكل أكثر واقعية. نحن كعراقيين نعاني الآن بشكل عملي من احتلالين، هناك احتلال أمريكي بدأ منذ 2003 وما زالت لحد الآن آثاره موجودة. طيب. واحتلال إيراني انبنى على الاحتلال الأول، الاحتلال الأمريكي، ونحن نعيش الآن في يعني أكبر حالاته. لذلك إذا كان هناك صراعين، كما أنا قرأت قبل قليل البيان للمتظاهرين يقول بأن هناك صراع أمريكي إيراني داخل العراق، فإذا كانت الحكومة العراقية كما تقول هي ذات سيادة لتجنب العراق من هذا الصراع، وهذا طبعا لا تستطيع فعله، لكن ما أقوله لشعبنا العراقي، نحن في ظل احتلالين إيراني وأمريكي وبينهما الآن صراع، فإذا ما تخلصنا من أحد الاحتلالين فهذا يعني يرفع الأمل لدينا بأن الاحتلال الثاني ربما ستكون له جولة أخرى يستطيع الشعب العراقي أن يتخلص منه. نحن الآن مع إرادة أمريكية لطرد الإيرانيين من العراق، وهذا كمرحلة أولى جيد. طيب. ولكن بالمرحلة الثانية ربما ينتفض شعبنا لتخليص هذا البلد ولتخليص هذا الوطن من كل أنواع الاحتلال، وحين ذلك نقول نحن بلد ذو سيادة يحكم من قبل أبنائنا. طيب، مشاهدينا الكرام، ضيوفي الأعزاء، أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ محمد الأحمدي، الكاتب الصحفي من اليمن. أستاذ محمد، مرحبا بكم. مرحبا بك أخي العزيز والمشاهدين، وجمعتك مباركة. أهلا بك، جمعتكم مباركة أيضا. أستاذ محمد، يعني الميليشيات الإيرانية متوغلة وأيضا في اليمن بمساعدة طبعا الميليشيات الحوثية، ولكن أنتم في اليمن كيف، أو كصحفي يمني، كيف تابعت مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في العراق؟ الحقيقة أخي العزيز، الكل يعرف اليمنيون عانوا الويلات من ميليشيا الحوثيين التي تتلقى دعما واضحا ومباشرا من إيران، والجميع يعرف أيضا أن قاسم سليماني هو المحرك الرئيس لأذرع إيران في المنطقة بما في ذلك ميليشيا الحوثيين. الحوثيون ارتكبوا جرائم فظيعة على مدى السنوات الماضية، انقلبوا على الدولة، دمروا مؤسسات البلد، وقتلوا الآلاف وشردوا مئات الآلاف وزجوا بالعشرات بل المئات في السجون ومارسوا أشكال التعذيب، كل هذا وهم يستندون بقوة إلى الدعم الإيراني. نعم. سواء الدعم العسكري أو من خلال الخبرات أو الدعم السياسي، وبالتالي لا شك أنه اليمنيين، أعتقد من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن يدرك مدى فرحتهم بهذا الخبر، وهو في الحقيقة يعني ليس على سبيل التشفي فقط، ولكن باعتبار أن هذا الشخص الذي قتل بغارة أمريكية كان يتحرك في المنطقة بشكل عام بضوء أخضر أمريكي، ولكن أيضا انقلب السحر على الساحر كما يقولون، وبالتالي لقي مصرعه على يد الأمريكان أنفسهم، الأمريكان الذين كانوا يستخدمون أو بحسب الكثير يستخدمون الميليشيا الطائفية المدعومة إيرانيا من أجل تطويع المجتمعات السنية في المنطقة العربية. وفي الحقيقة برغم أنني لا أرغب كثيرا بالحديث عن البعد الطائفي، ولكن إيران هي من أرست هذا الصراع الطائفي في المنطقة، وبضوء أخضر أمريكي واضح كل الحواضن السنية في المنطقة العربية من اليمن إلى العراق وسوريا دمرت بضوء أخضر أمريكي وبالأداة الإيرانية التي كان يشرف عليها، أو بأدوات إيران التي كان يشرف عليها قاسم سليماني. وبالتالي كل من عانى من انتهاكات وجرائم أذرع إيران في المنطقة العربية لا شك أنه يعتبر هذه الحادثة هي محطة مهمة، وتقرأ أيضا أنها ربما اختلاف في قواعد الاشتباك في المنطقة،
لكن في الحقيقة أيضا لا يعول كثيرون على الدور الأمريكي في إمكانية تحقيق الانتصاف على الأقل للسنة في المنطقة العربية، بل على العكس من ذلك هناك أيضا مخاوف أن تكون هذه الحادثة أيضا هي ذريعة تستخدمها إيران وأذرعها لمزيد من القمع والتضييق على المجتمعات السنية. هذه المجتمعات في الحقيقة لم يعد هناك شيء تخسره، لكن هذه تظل مخاوف قائمة. طيب أستاذ محمد، إلى أي مدى سيؤثر مقتل قاسم سليماني العقل المدبر للميليشيات المتوغلة في المنطقة على الميليشيات الحوثية في اليمن وعلى ربما تقدمها وتأخرها في المناطق التي تسيطر عليها داخل صنعاء وبقية المدن اليمنية؟ الحقيقة لا شك أن مقتل سليماني وقادة آخرين من في الضربة الأمريكية في بغداد هي ضربة موجعة للنظام الإيراني وللمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، وضربة موجعة أيضا لأدوات إيران. وبالتالي أتوقع أنه الميليشيا الحوثية اليوم تقيم العزاء على مقتل سليماني، ويمكن أن تشكل هذه الحادثة أيضا يعني محاولة لإعادة النظر في سلوك ومنهجية هذه الميليشيا، وأن تخلي ولاءها أو أن تترك ولاءها لإيران وتعود إلى رشدها وتتخلى عن البعد الطائفي والإجرامي في سلوكها مع المجتمع اليمني. في الحقيقة الحوثيون على مدى 5 سنوات أدركوا مدى بعدهم كل البعد عن المجتمع اليمني، وأنهم يغردون خارج السرب، ولولا أسلوب القمع والسطو والرهيب بحق المجتمع لا لفظهم المجتمع اليمني. نعم. لكن هم عمدوا إلى تقويض مؤسسات الدولة، وبالتالي انكشف ظهر اليمنيين أمام جماعة عنصرية طائفية متوحشة، وسامت اليمنيين صنوف العذاب والتنكيل طيلة هذه السنوات. ومع ذلك تعرف هذه الميليشيا أنه كما قلت مرة أخرى لولا الدعم الإيراني والضوء الأخضر الأمريكي أيضا للأقليات الطائفية في المنطقة للتسلط على الأغلبية السنية لما استمرت في حربها عن طيب اليمن. يعني الميليشيات الحوثية تعمل بضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة، ولكن أستاذ محمد هل بمقتل قاسم سليماني ستعيد الولايات المتحدة تعاطيها مع القضية اليمنية من جديد، خاصة أن مارك إسبر يعني قال بأنه قواعد اللعبة تغيرت بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس؟ اليمنيون في الحقيقة لا يعولون كثيرا على الموقف الأمريكي في كثير من المحطات التاريخية في اليمن. شهدنا تحولا جذريا في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية إذا بعض الأحداث اليوم نشهد كما يقول المسؤول الأمريكي بأنه هناك تغير في قواعد اللعبة، لكن في نفس الوقت يمكن في أي لحظة أخرى أيضا أن تتحول قواعد اللعبة أيضا لمصلحة الميليشيات الطائفية الإيرانية مرة أخرى. لدى الولايات المتحدة الأمريكية كما نعرف هاجس في مسألة الحرب على الإرهاب في اليمن، لكن أيضا شهدنا طيلة الفترة الماضية السنوات الماضية أن هذا الهاجس وهذه الذريعة استخدمتها الميليشيا الحوثية، عملت على إطلاق وصف داعش على كل المجتمع اليمني وعلى كل الخصوم السياسيين، ومارست كل جرائمها تحت هذه الذريعة أو تحت هذه الفزاعة الحرب على الإرهاب، وهي نفس الفزاعة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى عقود في بسط نفوذها في المنطقة وإنفاذ مطامعها وتحقيقها في المنطقة. وبالتالي إذن ليس هناك تعويل كبير على مسألة التحول في الموقف الأمريكي. على اليمنيين أنفسهم أن يأخذوا على عاتقهم مسألة تحرير بلدهم من الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية، وعلى الحوثيين بالفعل أن يفهموا هذه الرسالة بوضوح أنه لا يمكن أن يصمت المجتمع الدولي أو الفاعلين الدوليين إلى ما لا نهاية عن جرائمهم بحق اليمنيين، وعليهم أن يعودوا إلى رشدهم ويكفوا
أذاهم عن اليمنيين وأن يكونوا مواطنين صالحين. هذه كل مطالب الشعب اليمني باختصار. يعني اليمن الحوثيون جعلوا من أنفسهم كيانا مسلحا طائفيا يتعالى على اليمنيين، يستند إلى ثقافة استعلاء تدعي حقها الحصري في الحكم والتسلط على رقاب اليمنيين، ورفعوا كما قلت فزاعات في وجه اليمنيين، دعشنوا اليمنيين، اتهموهم بالإرهاب ومارسوا التنكيل لحقهم. أنا أشكرك شكرا جزيلا محمد الأحمدي الكاتب الصحفي اليمني، حدثنا مشكورا من اسطنبول. أستاذ نظير، يعني بدقيقتين، كيف تابعت؟ ربما يكون هناك المرجعية، مرجعية النجف، نعم. علي السيستاني قد ربما أصدر بيانا أو تنويها حول الضربة، هو يدين الضربة وبالتالي يدعو إلى ضبط النفس، كيف قرأت هذا التصريح؟ نعم، قبل قليل وصل هذا البيان، ويعني يتوافق مع ما ذهبنا إليه في بداية تغطيتنا لهذا، نعم، الموضوع، نعم، بأن ردود الأفعال العراقية سوف لن تكون شيئا يذكر. وجاءت يعني هذه الخطبة وهذا البيان من مرجعية السيستاني لتعطي المبرر بأن المرجعية لا تؤيد أي رد فعل اتجاه القوات الأمريكية للتخلص من الحرج الذين الآن يقعون فيه الميليشيات أو الحكومة العراقية. مواني أتشائم من شغلتين، أنا أتشائم من أقرأ الأخبار، أنا أتشائم من شغلتين. أولاً يعني بحثوا المواضيع ذات الاهتمام المشترك، نعم، هاي نقطة، كلمات دبلوماسية، وضبط النفس، ضبط، نعم، النفس معناتها حسب تفسيري أنا شخصيا، نعم، يعني اطلعوا، هاي ضبط النفس أنا أفسرها، لا يعني هذه المرة أعتقد غير ذلك. يعني هو عندما يصف أنه عليكم بضبط النفس وكأنما هذه الميليشيات قوة كبرى بحيث إذا انفلت يعني عقالها ستحطم، نعم، كل شيء وتحرق الأخضر واليابس. الحقيقة ليست هكذا، إنما هي إيجاد مبرر أخلاقي للخلاص من الحرج الذي ممكن ستقع فيه أمام الشعب العراقي، أمام مناصريها، أمام حتى العالم، بأن المرجعية لم تفتي بالرد على القوات الأمريكية. لذلك هذا البيان هو جاء متناغما مع ما توقعناه لمستقبل الأيام القادمة. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه تغطيتنا لحول مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.